السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه لذيذه وسهله، مستحيل ما تجربيهاش وتحطها على طبيل ديال الفطور ديالك. غادي نحتاجو في المقادير 4 كيسان ديال الطحين، خماره ديال الحلوى، معلقه ديال خميره الخبز، 2 معالق ديال الزيت، معلقه ديال الخل، معلقه ديال السكر، شويه الملحه، وعلبه ديال الياغورت طبيعي والماء دافي باش غادي نعجنو. غادي ناخدو الطحين، غادي نضيفو عليه الخماره، غادي نديرو فقط النصف ديالها. غادي نضيفو بالنسبه للكاس اللي خديت به العبار هو هذا كاس العنبه اللي فيه 150 مليلتر. غادي نضيفو الملحه مع السكر، غادي نضيفو الخميره ديال الخبز معلقه كبيره عامره، غادي نضيفو 2 معلقات ديال الزيت مع معلقه ديال الخل، غادي نضيفو كذلك علبه ديال الياغورت طبيعي اللي ما كانش عنده متوفر كيعوضو بالحليب، او لا كتعوضوه بجوج قطع ديال الفخوماج مثلث او مربع. غادي نضيفو الماء دافي باش غادي نعجنو شويه بشويه وحنا كنخلطو حتى كتجمع لينا العجينه، كنحصل على واحد العجين اللي كيكون رطب وخفيف مدلوك مزيان، يعني كتكون واحد العجينه اللي مرخوفه يعني كتلصق باليد، باش نضمنوا النجاح ديال هاد الوصفه باش كتجينا خفيفه ومهويه ولذيذه بزاف. هنايا كيف كتشوفوا معايا، بعد ما جمعت العجين ديالي غادي نعطيه دليك مزيان مزيان بالكف ديال يديا حتى غادي العجينه تطلق الخيط. صافي هذا هو القوام ديالها. غادي نرشها بواحد شويه ديال الطحين وغادي نغطيها وغادي نخليها في شي بلاصه اللي كتكون دافيه باش كتخمر لي مزيان. غادي نجيب الحشوه، عندي فيها ضمتي ديال الثومه، الكفته، حبه ديال الخيزو محكوك، 2 حبات ديال البصله اللي كتكون مشلضه رقيقه بزاف، وغادي نضيفو عليها شويه الملح شويه البزار والزيت النباتي والزيت الروميه، وغادي نخليوها فوق البوطه مع التحريك المستمر حتى كتذبل لي هذيك البصله مزيان مزيان هي وهذاك خيزو. ممكن تضيفو كذلك حتى القرعه الخضراء الكورجيت اللي كتكون مبشوره. غادي نخليو هاد الخيزو مع البصله حتى كيذبل مزيان مزيان كيف كتشوفوا معايا مع التحريك المستمر باش ما يتحرقش، وغادي نطفيو عليه ونخليو هاد الحشوه حتى كتبرد تماما. مني كتبرد ليا الحشوه كيف كتشوفوا معايا كنضيف عليها هذيك الكفته. بالنسبه للكفته ما كنشحرهاش، كنضيف الكفته على حسب الرغبه ديالكم. الا بغيتو هنايا تجيكم الوجبه اقتصاديه وما ديروش الكفته بزاف، اولا كان عندكم غير شويه ديال الكفته فكتكثروا من الخضر يعني من خيزو والكورجيت والبصله. كنضيفو ضمتي ديال الثومه، كنضيفو البزار، وكنخلطوا هاد الحشوه مع الكفته مزيان مزيان حتى كنحصل على واحد العجينه متماسكه. ومن بعد غادي نشكل منها كويرات، غادي نشكل منها كويرات اللي كيكونوا قد العجين اللي غادي نقطع. هنايا ملي كتخمر العجينه كتكون مرخوفه ومهويه، كنرشها بالطحين وكنشكلها بشكل طولي وكنقطعها على شكل كويرات متساويه. غادي نقطع العجينه ديالي 8 ديال الكويرات اللي كيكونوا قد قد. هنايا كنخليهم يرتاحوا، نرشهم بالطحين ونغطيهم 5 ديال الدقائق. من بعد مني كترتاح العجينه ديالي عاد غادي نعمرها. غادي نجيب دابا الكفته غنشكلها على 8 ديال الكويرات حتى هي. هنايا كيف كتشوفوا معايا كل ما ضفنا الخضر لهاد الكفته هذه كتعطيني كميه اكثر، وعاد كتكون صحيه باش كيتناولوها الوليدات بلا ما تبان لهم الخضره. كتجي بنينه بزاف هاد الحشوه هذه. ومن السما هنايا بعد ما قطعتها ل 8 ديال الكويرات اللي كيكونوا متساويين، غادي دابا ناخذ العجينه ديالي وما نساوش الحشوه، غادي نزيدو معاها المايونيز اللي درتو في واحد الزلافه والفخوماج ديال الساندويتش. غادي ناخذ دابا الكويره الاولى وغادي نبسطها بواحد شويه ديال الطحين، غادي نقرصها بيدي كيف كتشوفوا معايا، غادي نقرصها مزيان مزيان. غادي نحلها وبالاخص من الجوانب، يعني كنجبدوا العجينه من الجناب، اما الوسط فغير خليوها غليظه. صافي كندهنها بواحد المعلقه صغيره عامره ديال المايونيز باش هاد الوصفه من الداخل كتجيني يعني ما كتجيش ناشفه، كتجي فيها ديك لاصوص وكتجي معلكه وبنينه بزاف. غير جربوها غتعجبكم وتعجبوا وليداتكم. هنايا كناخذ الكفته وكنديرها على شكل قريصه وكنحطها، كنجيب المربع ديال الجبن وكنحطه فوق منها،
ومن بعد كنبدا نجمع في هذوك القناة ديال العجينه، كنجمعهم من الوسط، كنبقى غاده وكنجمع في العجينه وكنلصقها مزيان، كنقرصها بيديا باش كتجمع ما كتحلش في الطياب. كنبقى غاده معاها كامله حتى نجمعها كلها في الوسط حتى تلصق لي العجينه، ما تخليوش شي بلاصه فيها محلوله، وبقاو كتجمعوها هكا بيديكم باش كتشكلوها عاود على شكل كويره اللي كتكون مجموعه وديك الحشوه كلها طالعه لفوق، باش كتجيكم كويره اللي مقاده بهذا الشكل هذا. شفتوا معايا كيفاش قرصت العجينه ديالي؟ وما تكتروش الطحين باش العجينه كتلصق وكتسد مزيان. صافي وكنعاود نقلبها ونحطها على هذا الشكل. صافي كنحطهم فواحد لاطا اللي كتكون مدهونه بشويه ديال الزيت، وغادي نسرح الكويرات باش تجيكم الطريقه سهله. من الاحسن لان هاد الكويرات غادي يطيبوا بدون اختمار، يعني كنخمرهم فقط المره الاولى، فمن الاحسن انكم تقدوهم كاملين تسرحوهم وتحطوا وحده حدا وحده وتبداو تعمروا دفعه واحده، يعني ما تبقاوش ديروا وحده بوحده. صافي وكتجمعوا لهم هذوك الجوانب ديالهم في الوسط. بعد ما كنديروا بطبيعه الحال معلقه صغيره ديال المايونيز عامره، وكنديروا قطعه ديال الجبن وكنسدوها. هنايا اللي ما توفرش على هذا الجبن المربع تقدروا ديروا هذاك الجبن اللي كيكون محكوك، حتى هو كيجي نفس النتيجه. صراحه كيعلك هذه الحشوه من الداخل وكتجي ما كتجيش ناشفه، كتجي عامره ومعلكه ولذيذه بزاف. متكدا غيعجبكم الا جربتوهم، وعاد ساهلين ما كياخذوش الوقت، وعاد فيهم مكونات اللي هما ابسط. فكيف كتشوفوا دائما العجينه ديالي كنقرصها مزيان مزيان باش كتبقى مسدوده ليا وما كتحلش في الطياب ملي كندخلها للفرن. وفي نفس الوقت كنكونوا شاعلين الفران كيسخن في هاد الوقيته باش الكريسات ديالنا نضمنوا انهم ما يتخمروش لينا، حيت الا تخمروا غادي يجي الحجم ديالهم كبير بزاف ويقدروا يخسروا لينا في الفران. فغير كنساليو وكنقرصوا واحد شويه بيديا، ومباشره كندهنهم بالصفر البيض مع صلصه الصوجا. اللي ما عندوش صلصه الصوجا كيدير القهوه سريعه الذوبان، اولا كديروا شويه ديال التحميره وشويه ديال صلصه الطماطم اللي كتكون في العلبه باش كيجيكم محمرين واللون ديالهم زوين. وملي كندخلوهم للفرن طريقه الطياب ديالهم كيكون فرن ساخن جدا شاعل من الفوق والتحت، غير كندخلو اللاطا كنطفيو الفوق وكنخليو غير التحت اللي شاعل على نار مهيله حتى كيطيبوا كيتحمروا من التحت، عاد كنشعلو عليهم الفوق باش كيطيب لهم الوجه ديالهم باش نضمنوا انهم ما يتشقوش لينا من الوجه ديالهم. الا درنا عليهم النار من الاسفل ومن الاعلى يقدر يتفرقعوا لكم، فمن الاحسن غير من التحت حتى كيطيبوا، عاد كنشعلوا الفوق ونطفيوا التحت باش كيتحمر لهم الوجه، وكندردروا عليهم قبل ما ندخلوهم واحد الشيء ديال الزنجلان اللي تيكون بيض او الزنجلان العادي كيجيو على شكل كريسات اللي معمرين بنان بزاف وصحيين وكيعجبوا الكبير والصغير. صافي هنايا غادي ندخلهم، ومباشره ملي كندخلهم الفرن كيطيبوا مباشره. بعد ما كنخرجهم كنغطيهم بواحد المنديل نقي باش كيرجع عليهم هذاك الصهد وكيرجيو رطب وخفاف بزاف ومهويين من الداخل، ما تجيش فيهم البابه نهائيا، كتجي فيهم هذيك الحشوه هي اللي غالبه. وهنايا غادي نقطع لكم باش تشوفوا معايا كيفاش كيجيو من الداخل معلكين بهذيك الحشوه، كيجيو رائعين جدا. كنتمنى تجربوهم، ما تنساوش الى عجبكم خليوا لايك للفيديو وبارطاج. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.